23/10/2012 أحد الفارين من قصف جيش بشار. يا شيخ ليش أنت نازح؟ أنا؟ ما هو نافق ليلة؟ نعم يا حاج نعم. نحن نازحين والله من القصف اللي صار علينا، دمرت بيوتنا ما ظل عندنا شيء ولا شيء. يا حاج وين عيلتك؟ كيف وين هون؟ هون عندي كلها. أشهر بقدم لكم مساعدات؟ والله ما حد عم يقدم لنا شيء ولا شفنا شيء بطول الساعة. ولا حد قدم لنا شيء في الدنيا. حاج أنت من أي ضيعة؟ نحن من دير الغربي. صار شيء لبيوتكم لضيعتكم؟ مهدومة بيوتنا كلياتها، بيوتنا أكثرها مهدمة. قصف بالطائرات وبالكل بالدبابات وبالمدفعية كلها مقصوفة. حاج إيش تقول للعالم؟ إيش بدنا نقول للعالم؟ ما في لا مساعدات ولا في شيء ولا إيش والله. والدنيا والله الله يكون بالعون والله يا خير، والله قاعدين إن الله مع الصابرين حكيمة. عم نستنى فرج الله. حاج أنتم بالمدرسة كام يعني قاعدين؟ من كام ضيعة؟ نحن ضيعة تنتين، تلت ضياع. بالغرفة كم شخص؟ كل غرفة فيها 40 شخص. الله أكبر يا حجي. والله فوق بعضنا والبعض. في منامي، في أكل، في والله أكله ضعيف لآخر درجة. لأنه ما في ماديات. مادياتنا ضعيفة لآخر درجة. الله يفرج علينا وعلى جميع الخلق. حجي إيش تطلب من مساعدات؟ تطلب من الدول الإسلامية؟ نطلب من الدول الإسلامية تعيننا وتعين الشعب هذا، هل الله يساعد هالشعب الأعزل الدرويش اللي داخل سنة ونص يرسلها كلياتها ما حدا بيضيف باله علينا ولا حدا بيطلع علينا. نطلب من دول العالم كلها تطلع على سوريا بعين هيك الاعتبار، شوف الشعب حجي ايش توجه لبشار رسالة؟ ايش بدي اوجه له؟ الله يهلكه مثل ما هلك العالم. امين يا حجي.